بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى اول مثال نطبق عليه الكلام بتاعنا. تمام، طبعا احنا عارفين ان سي 3 دي السيمتري اليمنتس بتاعتها هي الاي وتلاتة، عفوا، اتنين من السي 3 وتلاتة من السيجما. تمام، دول السيمتري اليمنتس بتاعتها. تمام، طبعا الاوردر بتاعنا 2n، يعني المفروض يكون عندنا 6 من العناصر. اول ملحوظه بقى قابلتنا هنا ان احنا عاملين 3 كلاسز، الاي في كلاس لوحدها، والسي 3 الاثنين سي 3 في كلاس لوحدهم، والثلاثه سيجما في كلاس لوحدها. ودي هتهمنا في ايه؟ هتهمنا في ان احنا نعرف اول معلومه ان لما يكون عندنا كذا سيمتري اليمنت في نفس الكلاس، belong to the same class، فاي ماتريكس تمثل اي واحد فيهم تمثل الباقيين ايضا. تمام، يعني الثلاثه سيجمات اللي عندنا مش محتاجين نعمل لكل واحده فيهم ماتريكس خاصه بيها، نعمل واحده بس والتانيين زيها. تمام، السي 3 في، في ملحوظه مهمه تانيه، ان السي 3 في انتوا عارفين الزوايا بين البونس 120 درجه. تمام، فلو خدنا الكارديزيان كوردينتس الاكس والواي والزد بتوعنا، تمام، فاحنا عارفين ان الاكس والواي والزد الزوايا ما بينهم 90 درجة. فإذا انتوا عملتوا بلين اوف سيمتري في المكان ده، لنفترض رمزتوله بالرمز سيجما 1 او سيجما داش، فالسيجما التانية اللي هتكون في المكان ده هتبقى سيجما دبل داش، وهنا سيجما مثلا. تمام، يبقى سيجما وسيجما داش وسيجما دبل داش، علشان الزوايا ما هياش 90 درجة. اذا خدنا ان البلين ده سيجما اكس واي مثلا، فما نقدرش نشاور على البلين ده ونقول ان ده سيجما واي زد. تمام، لان الزاويه اكبر من 90 درجه، فعشان كده بنرمز له بالرمز سيجما وسيجما داش وسيجما دبل داش. لما نيجي نعمل هنا السيجما، الماتريكس بتاعت السيجما بتاعتنا، هنعمل السيجما على انها مثلا اكس زد، يعني احنا خدنا السيجما بتاعتنا دي بالفعل في اتجاه اكس زد. تمام، لكن ما نقدرش بقى نبني عليها ان السيجما دي في الاتجاه اكس واي ودي في الواي زد، التانية لازم نرمز لها بسيجما وسيجما دبل داش، او سيجما داش وسيجما دبل داش. تمام، احنا ليه خدنا دي في الاتجاه بتاع الاكس زد؟ عشان نسهل على نفسنا عمل الماتريكس الخاصة بيها. تمام، وطبعا الماتريكس الخاصة بيها الكاركتر بتاع الماتريكس، طالما هما belong to the same class يبقى الكاركتر بتاعهم، الكاركتر اللي هو مجموع diagonal، طالما الكاركتر بتاع واحدة فيهم طلع برقم معين فالتانيين هيطلعوا بنفس الرقم. تمام، طيب نبتدي بقى نعمل الماتريكس اصلا من الاول. ادي الاي، طبعا عايزين نعمل يونت ماتريكس يبقى الدياجونال على طول واحد. تمام، والباقي كله اصفار. السي 3 على طول هنستخدم الكوزاين والساين بتاعتنا، والزاويه بتاعتنا طبعا هتكون 120 درجه، يبقى كوزاين 120 درجه. ادي كوزاين 120 وسالب ساين 120 0، وبعدين ساين 120 كوزاين 120 0 و 0 0 1. تمام، بعدين الماتريكس اللي هتمثل السيجما بتاعتنا هناخد السيجما دي في اتجاه الاكس زد ونرسم عادي الماتريكس بتاعتنا، طالما اي ماتريكس، اي عفوا، اي سيجما في اتجاه اكس زد معناها الاكس بتاعتنا ثابته بواحد والزد بتاعتنا ثابته بواحد والواي لازم ينعكس اتجاهها. تمام، وهتبقى الباقي كله اصفار. تمام، نبتدي بقى هنلاحظ ملاحظة، هنلاحظ ودي تاني حاجة لما نبتدي نطبق كلام الماتريكس على البوينت جروب بتاعتنا، هنلاحظ ان احنا لما نبص الماتريكس بتاعتنا بالشكل ده، ودي ايضا بالشكل ده، ودي كمان، هنلاحظ ان هما blocked out in the same way، متوزعين بنفس النمط. تمام، هنلاقي ان الرقم اللي بيمثل الزد بتاعتنا عبارة عن واحد. تمام، فنقدر نقسم المصفوفة بتاعتنا الى جزئين، جزء هيمثل الزد وجزء هيمثل الاكس والواي مع بعضهم. تمام، فهنبتدي نكتب الجزء اللي هيمثل الاكس والواي لوحده، فاصبحت المصفوفة عندنا مصفوفة صغيرة شوية، الاي هتبقى واحد وزيرو وزيرو وواحد، بعدين طبعا كوزاين 120 بماينس نص. تمام، وسالب ساين
120 يعني سالب جذر 3 على 2، وطبعا ساين 120 يبقى جذر 3 على 2، والكوزاين بماينس نص. تمام، نيجي بقى المصفوفة بتاعت السيجما، اصبحت عندنا 1 وزيرو وزيرو سالب 1. تمام، هنبتدي نعمل نحسب الكاركتر بتاع كل مصفوفة. الكاركتر هي مجموعة دياجونال. الكاركتر بتاع ال E يعني X of E هيساوي 2 طبعا، والكاركتر بتاع ال C 3 ماينس نص، وماينس نص هيساوي ماينس 1. تمام، وبعدين الكاركتر بتاع السيجما V بتاعتنا هيساوي 1 بلس ماينس 1 يساوي 0. تمام، بعد ما عملنا الماتريكس هيفيدنا في ايه بقى؟ عمل الماتريكس هيفيدنا في ان احنا هنقدر نعمل الريديوسبل ريبريزنتيشن اللي كنا عملناه قبل كده بطريقه الروتيشن والترانسليشنال موشنز، دلوقتي نعمله بالماتريكس. تمام، فادي السيمتري اليمنتس بتاعتنا الاي واثنين من السي 3 وثلاثة من السيجما في. طبعا طالما عندنا ثلاثة كلاسز، واحنا كنا قلنا وارجعوا للنوتس اللي كنتوا كتبتوها، كنا قلنا ان عدد الكلاسز لازم يساوي عدد ال irreducible representation. تمام، يبقى اكيد عندنا جاما 1 وجاما 2 وجاما 3، عندنا ثلاثة من irreducible representations. تمام، لو رجعتوا للرولز اللي كنا اتكلمنا عنها، الخمسة رولز اللي كنا بنعمل بيهم التيبل وازاي نوجد الحاجات المجهولة، فطبعا اول رو هيكون كله فولي سيمتريك، كله بلس 1، وطبعا الرو ده من الماتريكس اللي قدامكم اهو بلس 1 بيوصف لكم ازاي. والرو الاخير جاما 3 هنوصف فيها الكاركتر اللي احنا طلعناه من الماتريكس اللي كانت بتمثل الاكس والواي مع بعض. تمام، طلعنا الكاركتر بتاعها، فالاي الكاركتر بتاع الاي كان 2 نكتبها، والكاركتر بتاع السي 3 كان ماينس 1، والكاركتر بتاع السيجما كانت 0. تمام، يتبقى لنا الرو ده من الرولز بتاعتنا احنا هنحسب، ولازم تراجعوها هتعرفوا ان هنا لازم يكون في واحد عشان احنا عارفين ان مجموع مربعات الدايمنشن بيساوي الاتش. تمام، ولما تطبقوا الرول الثانية والثالثة لإيجاد الفراغات دي، إيجاد المجاهيل، هتلاقوا إن هنا لازم يكون موجود واحد وسالب واحد اللي هما حل معادلتين في مجهولين زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. تمام، فبالطريقة دي قدرنا نجيب الـ irreducible representation بمعرفة الماتريكس. يبقى أدي التيبل بتاعنا، قصاد الرول الأولاني هنكتب الزد في الأريا الثالثة، بعدين إن شاء الله هنعرف إن احنا بنقسم التيبل بتاعنا لكذا اريا وكل اريا ليها اسم. تمام، ففي الاريا رقم 3 هنكتب الزد قصاد الفولي سيمتريك اللي كان بيمثلها الارقام بتاعتها من الماتريكس 1 و1 و1. تمام، بالنسبه للكاركتر اللي كان بيمثل الماتريكس اللي بتمثل الاكس والواي مع بعض لكل سيمتري اليمنت احنا كتبناه تحت، فيبقى اذا في الاريا الثالثه دي لازم نكتب ان ده بيمثل الاكس والواي مع بعض، فهنكتب اكس واي. تمام،